training with the club after being released by Leicester City. Of the youngsters, came to as many of their squad. Palmer, Lee. There's clear sight of that Manchester United goal for Wrexham. And it also. Swing towards Palmer! And Elliot Lee sneaked in behind him. The now veterans. And it's on by Cluett and in by Hayden. And Wrexham lead by two. Fernandez. And steered in by Gerardo. Right on the dot of the five extra minutes. They're in Mendy. And Dolby! Wrexham lead 3-1. It's an eye-catching scoreline. مرحبا جماهير الهلال العزيزة، اليوم أنا هنا لكشف النقاب عن القائمة الرسمية لفريقنا المحارب الهلال الذي سيشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية في نسختها الحالية 2024-2023 والمعروفة بالبطولة العربية. سأبدأ بالحديث عن حراس المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، لاعب الدفاع أحمد أبو راسين، محمد البريك، كوليبالا، آل بليهي، روبن نيفيز، لاعب الوسط ياسر الشهراني، عبد الله الحمدان، ناصر الدوسري، كارلو، محمد كنو، سافيتش، لاعب الهجوم سالم الدوسري، ميشائيل ديلغادو، محمد جحفلي، محمد القحطاني، سعود عبد الحميد، عبد الله رديف، حمد اليامي، محمد الخيبري، سعد الناصر. هذه هي قائمة الهلال الرسمية التي ستمثلنا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وبالتأكيد سنسعى جاهدين لتحقيق النجاح ورفع كأس البطولة عاليا. لا ننسى غياب لاعبنا العزيز سلمان الفرج، ولكننا واثقون من قدرة الفريق الرائع على تحقيق الإنجازات. نتواجد في المجموعة الثانية برفقة أندية قوية مثل أهلي طرابلس الليبي والسد القطري والوداد الرياضي المغربي. سنخوض مباريات قوية ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل للمراحل المتقدمة من البطولة.